بجامعة الطاهر محمد ببشار انعقد الملتقى الجهوي السابع للأطباء الواصفين والأطباء المستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لكل من ولاية بشار، البيض، النعامة، تندوف وأضرار. يهدف أساسا إلى ترشيد النفقات وإدخال مفهوم اقتصادي ومستقبلي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، وهذا لإيجاد حلول جيدة في تحرير الوصفة الطبية التي هي تدخل في إطار إرشادات الاقتصاد الصحة. الملتقى حاول من خلاله المحاضرون إلقاء الضوء على العلاقة التي تربط الأطباء بالصندوق، وكذا مد جسور التواصل بينهما لتكفل أمثل بالمؤمنين وتحسين الرعاية الصحية للعمال الأجراء في ظل ما يسمح به القانون. الملتقى الدور الأول تاعه هو تقريب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من الطبيب، وتقريبه من الطبيب وتقريبه للمجتمع الجزائري. On doit renforcer le cursus تاع الاطباء les étudiants en médecine deux modules le module تاع l'économie de santé و module تاع les lois de sécurité sociale. الناس تخرج تدي شهاده تاع دكتور دكتور ميتين وما يعرفش قوانين الضمان الاجتماعي. ترشيد النفقات واقتصاديه التوصيف الطبي من بين المحاور التي يحاول معالجتها هذا الملتقى، تعزيزا وتقوية لشراكة مستدامة بين قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي.